شوز المشاهير الجولدن جوز. تعالى اوريك ليه بيدفع فيها الارقام دي وليه يدفع فيها 22000 جنيه. 22 ايه؟ 22000 جنيه؟ وبعدين معلش اسمها ايه تاني؟ مشاهير الجولدن جوز. ايه؟ جولدن جوز. جولدن ايه؟ جوز. تعالى اوريك ليه بيدفع فيها الارقام دي وليه يدفع فيها 22000 جنيه. ده بجد يعني انا ما كنتش سامعه غلط. عندنا بقى لا خلي بالك عليها دي الغاليه. الماتيريال عالمية بس ما هو بعد السعر ده عايز الماتيريال تبقى عادية، ما هو لازم تبقى ماتيريال عالمية. بص الباكنج بتاعها عامل ازاي. بص انا هقولك على حاجة، الرقم ده انا جبت بيه اول عربية ركبتها في حياتي. القطعة دي في ناس بتجيبها في التجمع وبتطلب فيها 20000 جنيه. الرقم ده دفعته مقدم لاول شقة اشتريتها في حياتي. 18000 جنيه بس احنا مش دعوة بالكلام ده. الناس عندنا ضمير. بصي بس الكتالوج بتاعها. فكنا بقى من الكلام ده كله. الماتيريال اللي عندنا هي والاصلي حته واحده اصلا، يعني كل ده وفي الاخر هو مش اصلي. يعني انت ومعاه كتالوج ومعاه ظرف كده جواه ضمان وعلبه وبتاع، طب ازاي مش اصلي؟ بصي بقى الوانها، ده ريبليكا مش ميرور. بصي الشوز ده، هو كان زمان زمان كل الحاجات دي كلها بيتقال عليها كوبي، بعد كده طلع مصطلح اسمه ميرور، وبعد كده طلع مصطلح اسمه ميرور كوبي، معرفش ولا حاجه ثالثه كده. والله العظيم اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات عشان فعلا معرفش. هو دلوقتي قال مصطلح رابع انا مش عارفاه. ايه الفرق بقى بين الحاجات دي كلها وبعض؟ بس الاديشن بتاعه خطير. اخر لون، اعلى ماتيريال في العالم. هنستنى كل البنات تنورنا وسط البلد شارع محمد محمود ده لو عايزين تلبسوا حاجه زي الاوريجينال بالظبط وما تبانش ان هي فيك. الله اكبر، الساعه جميله كلها الماس دايما يدور. جميله بسم الله ما شاء الله، وعليها اوفر رهيب رهيب دايما يدور. حلوه جدا. ما هي حلوه طبعا وكل حاجه، ما قلناش حاجه. بس بكام؟ بخمسة مليون جنيه. بس بجد بجد انتوا ناس طيبين جدا يا جماعة، عاملين لنا التوصيل مجاني. انتوا متخيلين التوصيل مجاني؟ شكرا بجد. حلو قوي. تمنها 5 مليون تقريبا. هذا الشيء اللي هي بتاكله دلوقتي ده منتشر بشكل غريب، وانا مش عارفة هو ايه، وموجود هقول لكم بقى زي ما هم بيقولوا على الابلكيشن التاني موجود هناك. مش هقول اسم ما اعرفش ليه ما بيقولوش اسم الابلكيشن، بس غالبا عشان ريتش يعني. فهو على الابلكيشن التاني هتلاقوه منتشر وترندي قوي، وما اعرفش ده مخلل. اللي يعرف بقى يقول لي، عشان انا بصراحه انا فضول هو بس اللي مخليني عايزه اعرف ده ايه، لكن وشكله غريب قوي. I have to. I love these bubble wrap. As if I see like a review on it. So if you don't know, lavashech is a popular Iranian snack. So all my Iranians know what's up. It's super sour usually. I've never had it like in this form, like this leathery form. I usually have it in that little candy. Perfect sour consistency. I haven't had lavashech in like forever.